ينضم إلينا في هذه التغطية الخاصة من واشنطن هاردين لانغ، كبير باحثي في مركز التقدم الأمريكي. أهلا وسهلا بك معنا. تركيا تصف قرار الاستفتاء على إقليم كردستان العراق بالخطأ، إيران تعارض، العراق يرفض، وأمريكا تعارض. ما وراء توقيت الإعلان حول الاستفتاء، استفتاء استقلال كردستان، وهل هذا هو السيناريو الأفضل لتحقيق الحلم الكردي بالدولة؟ من وجهة نظر كردية، وبعد الدور الأساس الذي لعبه الأكراد في محاربة داعش لفترة طويلة ضد السنتين الماضيتين على الأقل، وبعد أن كان الأكراد جزءا مهما جدا للائتلاف الدولي في تحرير الأراضي، اعتبر الأكراد أن الوقت حان ليقبضوا ثمن ما قاموا به، لأن الحرب ضد الدولة الإسلامية كان لها تأثيرات، وكان هناك مشاكل بين كردستان العراق والحكومة العراقية على مستويات اقتصادية وغيرها، وبالتالي هذا ما يريده الأكراد. ولكن ما يثير الاهتمام هو أنهم من غير الواضح كيف يمكن لكردستان العراق أن يعلن عن الاستقلال وأن يحول الاستقلال واقعا على الأرض، إن كانت تركيا وإيران وكذلك الحكومة المركزية في بغداد تعارض هذا الاستقلال، وتركيا وإيران قد تغلق حدودها أمام التبادلات التجارية والاقتصادية وغيرها، وبالتالي يصعب على الأكراد تحويل التصويت اليوم إلى واقع عملي. طيب، وما الذي يغذي مواقف سوريا وتركيا وإيران في رفض الدولة الكردية؟ مسألة إيران وتركيا واضحة، لديهم مخاوف تتعلق بالأقليات الكردية في دولتيهما، وتركيا من دون شك لا تريد أن يعطي هذا الاستفتاء زخما لحزب العمال الكردستاني في تركيا، وإيران بدورها ترى أن ذلك سيضعف الحكومة المركزية في بغداد، وهي لديها نفوذ على هذه الحكومة، وبالتالي ليس من مصلحة أي من الدولتين أن توافق على ذلك، خاصة إن كان الاستفتاء سيغذي أحلام الأكراد في بلديهما للسعي إلى الاستقلال. ونحن نعرف أيضا أن الأكراد في إربيل ربما يمكنهم أن يتفهموا هذه المخاوف. طيب سيد لانغ، ما مدى واقعية هذا الاستفتاء وجدواه كذلك في ظل خلافات كردية داخلية ورفض إقليمي وأزمات اقتصادية؟ الأمر هو وقف على هدف الاستفتاء. إن كان الهدف إطلاق عملية تؤدي إلى إعلان الإقليم استقلاله عن بغداد، فإن الهيكلية السياسية الملائمة لهذا الإعلان غير متوفرة الآن. أما إن أراد الأكراد تفويضا من الشعب قبل التفاوض مع بغداد حول شروط جديدة للعلاقات بين بغداد وأربيل، فالأمر يختلف، رغم أنه حتى في هذه الحالة هناك ردة فعل سياسية سلبية للغاية من قبل الحكومة المركزية. حكومة بغداد اتخذت تدابير صارمة لمواجهة ما حصل، وطبعا اتخذوا تدابير لإبطاء أي عملية توجه نحو الاستقلال، وقرروا أيضا إغلاق الحدود، وبالتالي لسنا متأكدين إن كان الاستفتاء سيؤدي إلى عملية سياسية على الأقل فوريا تأتي بنتائج إيجابية لمصلحة الأكراد. طيب، وإذا ما جاءت نتيجة هذا الاستفتاء بنعم، هل ستكون الدولة الكردية قابلة للحياة والعيش، أي أن لهم أو عندهم الإمكانات المطلوبة لهذا؟ الأمر يعود إلى السؤال الأساس. طبعا
الأكراد يحق لهم أن يقرروا مستقبلهم، ولكن وفي الوقت ذاته داخل الإقليم هناك أيضا انقسامات مهمة بين مكونات مختلفة، ويجب أن تحل هذه الاختلافات. البرلمان معطل إلى حد ما في إربيل، وهناك مسائل ومشاكل اقتصادية ومشاكل تتعلق بالفساد، وبالتالي على الإقليم أولا أن يتخذ كل الخطوات لبناء المقدرات الاقتصادية التي تسمح للإقليم بأن يستمر بعد الانفصال من العراق، وبالتالي على الإقليم أن يركز على هذه الناحية. أما فيما يتعلق بما سيفعله الأكراد في المستقبل، فهم عليهم أن يعوا أهمية التحاور مع بغداد وتحويل كل ما يحصل إلى مصلحتهم. شكرا جزيلا لك سيد هاردن لانغ، كبير الباحثين في مركز التقدم الأمريكي، كنت معنا من واشنطن. شكرا جزيلا لك.